في ان كتاب كتير جدا كانوا قراء، اتولدوا قراء ونشروا في بلاد القراء. ان الناس عارفون كقراء، الناس عارفون كقراء زي مين؟ زي صبر موسى، صبر محمد موسى مثلا، زي صلاح السيد متولي عيسى اللي هو اصبح صلاح عيسى، زي مثلا علي شلبي، دكتور علي شلبي ده كان باحث عظيم جدا، وزي خيري شلبي اللي هو خير احمد شلبي يعني كان ده مستوى قراء، صلاح عيسى، خيري شلبي، علي شلش، صبري موسى، ونجيب سرور. نجيب سرور دول قراء، دول قراء. وحسام قدوس بقى كان الكتاب، بقى كان حسام قدوس، يوسف السباعي، ويحيى حقي. يحيى حقي مره عمل افتتاحيه من افتتاحات مجلته، المجله للقراء، لقراءه يعني تاتين رسائل، وكان بيتكلم على رسائل بسيطه جدا ولكن كان قادر على استخراج منها أفكار معينة.